اليوم كنرحبوا يعني بالضيوف ديالنا الكرام في هذه الندوه الصحفيه اللي كانت ندوه صحفيه تعريفيه بالنسخه الرابعه للالعاب الاولمبيه الجمعويه. فاش كنتكلموا على النسخه الرابعه يعني كنتكلموا على واحد ثمره مجهودات من النسخ السابقه. كما كيعرف الجميع وكما كيعرفوا المشاركين اللي شاركوا معنا في النسخه الاولى اللي بلغ عدد المشاركين ديالها 2800 متنافس اللي يمثلوا 214 جمعيه، يعني كيمثلوا جهه الدار البيضاء ستات وخارج جهه الدار البيضاء ستات. النسخه الثانيه اللي تنظمت بشراكه مع مقاطعه سيدي بليوط في التراب ديال سيدي بليوط. النسخه الثالثه اللي كانت في عمل في التراب ديال عماله مقاطعه الدار البيضاء انفا وبالتالي كانت شراكه معهم. اليوم كنتكلموا على النسخه الرابعه اللي هي بشراكه مع جهه الدار البيضاء ستات، وبالتالي كيشاركوا معنا جميع عملات واقاليم الدار البيضاء. كما كيعرف الجميع النسخه الرابعه اللي غيكون عدد المشاركين المتنافسين فيها اللي كيبلغ العدد ديالهم 1400 متنافس كيمثلوا 80 جمعيه مختلف عملات واقاليم الدار البيضاء الكبرى، هي بشراكه مع جهه الدار البيضاء سطات والمديريه الجهويه للشبيبه والرياضه. شاركنا في الالعاب الاولمبيه النسخه الاولى اللي مثلنا فيها المدينه القديمه بالجيدو والصومبو وجميع فنون الحرب الرياضيه، وكنتمناو ان شاء الله نشاركوا في هذه النسخه الرابعه نمثلوا فنون الحرب في المدينه القديمه. لماذا؟ المدينه القديمه فيها مواهب ابطال على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الافريقي، كنتمناو ان شاء الله نمثلوا هذه النسخه في احسن ما يرى ان شاء الله.